ورث الأخوان ساندي وشلبي حب الفن عن والدتهما، ولطالما كانت الهدايا التي حصلا عليها في الأعياد عبارة عن طباشير وألوان للرسم أو أي هدايا ذات صلة بالفن. نرسم منذ الأزل، وعادة حين ننطلق أنا وشلبي برسم ما يبدأ الأمر من فكرة نتناقش بشأنها، ومن ثم نضع رسما تخطيطيا، نأتي بقطعة من الورق ونرسم عدة أطر لما نريد للصور أن تبدو عليه، على اللوحة أو مفاهيم مختلفة. يسعى الأخوان شلبي وساندي لتقديم أفكار جديدة بطرق ممتعة وغير تقليدية، وهذا ما يميز عملية الرسم الخاصة بهما التي يمكن أن يتبناها فنانون آخرون حول العالم. في النهاية لا حدود للفن، وإلا أسقط عن نفسه صفة الإبداع. الأمر أصعب بكثير أن ترسم بقدميك من أن ترسم مستخدما فرشاه. من الممتع أن ننشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الناس ربما لم يشاهدوا قبلا من يرسم بقدميه. الأمر أشبه ببرنامج تلفزيوني حين يشاهدون شخصا ما يقوم بأمر معين. المرح هو المحرك الأساسي للفن الذي يجمع الأخوين ساندي وشيلبي، لذا وبدلا من استخدام طلائي يقومان بتجربة مواد مختلفة منها المفرقعات النارية، ويريد الأخوان لكل من يشاهد أعمالهما أن يخرج بعبارة واحدة وهي جميل. رافي بوسيان، العربية، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.